السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك، تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك وفي عمرك. آمين يا رب. لو سمحت يا شيخ، في أخ بيسألني سؤال. هو لي واحدة قريبته توفت امبارح. له أو لي؟ له قريبة أو لي؟ بتقول ايه حضرتك؟ أنت بتقول واحد ليه، واحدة قريبة، واحد له ولا واحدة واحد ليه؟ قريبة له. له ولا ليه؟ له. فالمهم توفيت امبارح، ربنا يرحمها في مكان واسع. اللهم آمين. بس هو مش هيرث منها، هو في ورثة، بس الورثة دي ما كانوش بيدوها خالص، يعني كانت قاعدة في منزل لوحدها، ما كانوش بيدوها لمال. فطبعا بقى ورثة شرعيين أكيد هيرثوا. وهي تركت جزء من المال تقريبا 70,000، ولها أساس منزل وأساس بقيمة تقريبا 300,000. وبعد لا يجوز. مع العلم غالب الظن الاخ ده اللي هم لو الورثه الشرعيين خدوا الورث مش هيطلعوا له حاجه للمال. ماش مجبر، المال مال وارث، المال الان بعد موت الرجل ليس ماله، ليس موت، ليس مال الميت، المال الان مال الورثه. تحولت ملكيه المال الى الورثه. المال الان مال وارث ليس مال الميت. فهمت؟ يعني في رجل الآن معاه 1,000,000 جنيه، هم ملكه الآن، حلاله الآن، مات أصبح المال ليس بملك له، تحول المال مال وارث. لا لا أبدا. هي وصته بذلك؟ لا، لم توصي. لم توصي خلاص. الله يسلمك.